بالفعل الإقليم ديال ميدلت اللي هو إقليم حديث نشأة، ربما الإحصائيات الوطنية كيعرف أكبر عدد ديال الاحتجاجات على مستوى الوطني، والسبب كما جاء على التساؤل ديالكم السبب بسيط جدا: الماء، الطرق، المساليك، الإنارة العمومية، التندروس، الداخليات، المستشفى، الولادة، الموت ديال النساء الحوامل إلى غير ذلك. والسبب هو معروف. أولا إلى رجعنا للمنتخبين ولا الدولة بصفة عامة، مجلس الجهة متوقف منذ زمن كما كتعرفوا. إذن هذا إشكال أن الأموال المتراكمة للمجلس الوحيد للجهة المتوقف على المستوى الوطني، ولم تتخذ وزارة الداخلية أي إجراء لتوقيفه ولصرف تلك الأموال على هذه الساكنة المعوزة اللي ممكن أن تخلق واحد التنمية داخل الإقليم. رئيس الجهة يقول بأن عنده مرض، في حقيقة الأمر وزارة الداخلية كخص الدار القانون اللي ما عندوش أغلبية لمدة دورتين، في دورتين خصو يستقل أو يقال. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، مجلس إقليمي ديال ميدلت متوقف منذ زمان، واحد الرئيس الهدف ديالو غير يتصور، يلبس جلابة والطربوش ويتصور، ما كاين حتى تنمية، ما كاين، كل شيء متوقف. الطرق، المسالك، مشى كيحفر قال لك في الواد ديال الإيميل شيد، البرنامج التنموي ما نجش فيه ولو 0.05 وما عارفوش أصلا، وخارج التغطية. إذن هذا المجلس إقليمي اللي فهم تحت طبيعة الحال مؤخرا مشى كيوزع مجموعة من مسيرات الإسعاف بدون مقرر جماعي، وملي تكشف، ملي تكشف الأمر ديالهم قالوا لا عطيناهم ماشي المقرر، حنا عطيناهم راه كيسيروهم الجامعات ولكن هما بالسمية ديال المجلس الإقليمي، وهذه هي الكارثة. المجلس الإقليمي ميمكنلوش يسير، كيخص تعقد الشراكات باش هذيك الجامعات تحمل المسؤولية وتعطاها، باش ما يبقاش أنت دائما شاد الجامعات تيتيها لومبيروس غدا تحيدها، لا. إذا هذا كيدخل في التلاعب وفي إطار الانتخابات والمزايدات غير ذوك، وهذا الشيء بطبيعة الحال وزارة الداخلية ما كنلقاو بأن ما لا تفعل القرارات ولا مقررات وزارة الداخلية. المجلس الجامعي ديال ميدلت الجامعة الترابية فيها تقارير تزكم النفوس ديال المجلس ديال المفتشي العام ديال وزارة الداخلية ليكات، تقريرين، جوج تقارير، واحد في 2017 واحد في 2019، ولحدود الساعة ذاك الرئيس ما بغاش يبرمج هذيك التقارير باش تناقش، ووزارة الداخلية ما بغاش تفعل ذيك القرارات والتوصيات ديالها باش دير له الإقالة. نفس الشيء بالنسبة للريش اللي مطلق بكفالة، الرئيس ديال الجامعة الترابية ديال ميدلت غدا غادي يمثل أمام القضاء ديال المجلس الجهوي بملفات ثقيلة، وعنده متابعات أمام مجلس أمام محكمة جرائم الأموال بفاس بملفات كذلك ثقيلة، ولكن هناك تدخل. نفس الشيء بالنسبة للرئيس، نفس الشيء بالنسبة للرشيدية، كاين تدخل ديال وزارة الداخلية ديال العثماني كيضغط على وزارة الداخلية باش ما يتمش المتابعة، نظرا لمجموعة الأشياء اللي هي سياسية بأن الحزب مستهدف البكاء، ولكن كنلقاو بأن وزارة الداخلية تبقات القانون في واحد مجموعة واحد الجامعة في الريش سيدي عياد، جامعة بسيطة جدا ما عندها مداخل، لماذا تعطي سيارات الإسعاف للمواطنين؟ وقالوا الرئيس، بينما هذا كاين أموال ديال الدولة، كاين سوق الحفرة، كاين أسواق نموذجية، كاين محطة طرقية الأموال ديالها، كاين السوق الأسبوعي، واللائحة طويلة المداخل، ولكن وزارة الداخلية تغمض العين. لماذا؟ لإرضاء السلع الثمانية اللي كيضغط. إذن وكيبكيو، رغم ذلك كيبكيو، وأنا غادي نجيو إلى بالنسبة للقسم الانتخابي كيبكيو، كيقولوا بأنهم هم مستهدفين. طرح تساؤل: لماذا هذا القاسم؟ لأنه تغول وبدأ يخيف الكل، يخيف حتى الدولة، لأنه يسير لوحده والجماعات الأغلبية، كيقول لك الجماعة أغلبية الجماعة الترابية يسيرها بمفرده، لا يؤمن بالعملية التشاركية، لا يؤمن لا بالحلفاء لا بالديمقراطية، يؤمن بنفسه وبحركة الإصلاح والتوحيد التي تعطيه التعليمات إلى غير ذلك. وبالتالي أن هذا القاسم الانتخابي يمكن كما جاء في التباكي ديالهم إلى غير ذلك بأنه كيستهدفهم، وهما دائما يتباكون.
بالفعل، لان باش يمكن تكون المشاركه ديال الجميع وتكون التمثيليه ديال الجميع، يمكن تكون لان اللي خاص يتغير هو العقليه، هما لا يؤمنوا بدو. واش انت رئيس الجهه ما عندكش اغلبيه، علاش ما تقدم استقالتك؟ ولكن لا نفض الداخليه وقالتو غادي يقول اه نحن مستهدفون من وزاره الداخليه وحنا كحزب. الى قالت الجماعات الاخرى العثمانيه تبكى ويحاول ما امكن ان هذه المواقف. حنا سيدي قدمنا للدوله مجموعه من احنا غادي ندوزوا الكيف، احنا ديرنا التطبيع، احنا الى غير ذلك، ولكن ما تقيسوش، ما تقيس حميد الدين، ما تقيس الجماعه الترابيه، ما تقيس. اذا كاين شونطاج مع الدوله، وهذا الشيء هو اللي يعرقل الديمقراطيه الحقيقيه. خاص الدوله تفتح المجال للديمقراطيه الحقيقيه باش يكون تمثيلي ويكون الشعب هو الذي يختار عن طواعيه وعن بكل اراده، باش ما يمكنليش غدا يكون واحد الحزب يتغول ويبدا يتبك. هاد الحلفاء ديالو علاش تخلاو عليه؟ علاش تخلاو عليه الحلفاء ديالو؟ لانه لا يؤمن بالاخر، يؤمن بنفسه وبالاخوان المسلمين على مستوى الدولي وعلى قسم بينه على مستوى التنظيم الاخواني مع قطر مع غير الى غير ذلك. وكل مره كيحاول دابا شوف مؤخرا خرجت ديال بن كيران على الكيف، قال لك لا احنا انتم درتوا التطبيع بقى غير الكيف. الكيف هو ما غادي يدار لاغراض طبيه ولاغراض استشفائيه محضه، ولاطلاق سراح المعتقلين الموجودين بالشمال بالريف لواحد العدد كبير ديال الناس اللي كيعيش الرعب، اللي ما كيعيشش من كيران لانه عنده واحد التقاعد مريح وسياره والحراس والحشام والى غير ذلك، وبالتالي يتبكى. هاد الناس لا يؤمنون بالعملية التشاركية أو الديمقراطية التشاركية، يؤمنون كما قلت بأنفسهم، لا يؤمنون بالحلفاء ولا بالتحالف، وبالتالي الفكر الواحد ضروري ما يتعرض، لأن هذا فكر متطرف. عندما تكون متطرفا تؤمن بنفسك فقط وبفكرك وأنك تملك الحقيقة تعزل نفسك، هو ما وقع في القاسم الانتخابي مؤخرا. وبالتالي أنهم كيسيروا مجموعة من الجماعات، أنا قلت لك بأن مجموعة من الجماعات لو كان وزارة الداخلية كتطبق القانون كما كتطبقوا على جميع الرؤساء كان خص تم الإقالة ديالهم منذ زمان، ولكن مع كامل الأسف هناك محاباة لحزب العدالة والتنمية يأكل ويبكي. الإقليم بالفعل إقليم حديث نشأة، ولكن عرفوا واحد في واحد الفترة معينة من 2010 تقريبا من الحدود ديالو إلى تقريبا 2016، عرفوا واحد الطفرة نوعية في المشاريع، وخاصة على مستوى مدينة ميدلت، لأن الناس اللي كانوا يعرفوا ميدلت غادي يلقاو بأن كاين واحد التغيير جذري اللي وقع للمدينة، وهذا الشيء كيرجع للفضل أولا اللي كان في السابق العامل السابق اللي كان ديال كان كأمر بصرف المجلس الإقليمي، والرئيس المجلس البلدي آنذاك اللي كانوا كان برلماني السي عدنان رشيد، اللي بالفعل انه استطاع باش يخلق واحد النوع ديال التنميه، واحد طفره نوعيه من داخل المدينه ديال ميدلت. لكن مع هاد المجالس الانتخابات الاخيره من 2016 توقفت العمليه. اولا المجالس الاقليم لم يعد العامل امر بالصرف، وبالتالي مجلس اقليمي متوقف، ورئيس مجلس اقليمي راجل فاشل لا يمكنه أن يقوم بالتنمية واخذ كل الأموال، إذا ما كيقلبش على الأموال، كيحاول يصرف داك الشيء اللي كاين، ولأن الإمكانيات ضعيفة. هذا الجانب، الجامعات شبه متوقفة، ولكن حنا اللي كنلوموا عليه السلطات ديال الوزارة الداخلية هو عدم تفعيل القوانين. خص هاد الناس اللي هما عندهم تقارير كيخص هذا وقف. إذا هنا علاش الإقليم عرف واحد التراجع، واحد العدد كبير ديال الاحتجاجات، لان السلطات الاقليميه ما عندهاش امكانيات باش كاينه ميزانيه ديال الموارد البشريه، عفوا ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي هي مخصصه، ولكن التنميه راه، ولكن هاد الجامعه الترابيه اللي هي فيها اغلبيه العداله والتنميه ما جابوا ريال من الوزاره اللي هما كيسيروا مريال، بالعكس في السابق رؤساء اللي كانوا في السابق بحال كما كان سي عدنان كان كيمشي للوزارات وكيجيب اموال الى غير ذلك، اللي بها تم التنميه ودار واحد مجموعه ديال المشاريع لحدود الساعه في البلد ديال ميدلت. مشروع واحد ما زادوش هذا الرئيس، بينما المشاريع اللي كانت تاكلت، مشات المحطه، مشى اذا واحد العدد بشكل مهول حتى النظافه.
انا شتي داك زيرو ميكا ميدل كذاك الهلميكا وكان ما كاينش شي واحد يضرق بهاد البلاد. ولذلك طبيعيا باش تكون الاحتجاجات مرتقبه بان هاد الاحتجاجات غادي تزيد تكبر وما يمكن لهمش يوقفوها، لان رئيس المجلس الاقليمي كيمشي لواحد البلاصه ويحفر في الواد ويقول لهم انا كندير لكم انا غادي نجيب لكم الطريق مشى لا مول وابوري. وبالتالي ضروري باش يكون تفكير جدي وتطبق القانون على الجميع. الحزب كيعرف واحد النقص متوقف، لان رغم الاختلاف اللي كان وتم انتخاب ديال السيوهبي بطرق معروفه لان بطرق غير ديمقراطيه تم الانزال لانه كان الرفض ديالهم بصفه عامه، مؤخرا كنلاحظوا بانه جاو قدم اعتذار للعداله والتنميه والمجموعه من الاحزاب، وكان هذا الحزب اقترف اجراما في السابق. من نهار نجح السيوهبي ما دار مجلس وطني، كان تسمى عندهم مكتب سياسي بالصفه، عاون بعد رجعوا كيسميه مكتب سياسي، ما عمر دار شي مكتب سياسي الى حدود الساعه، ما عمرو دار جميع الاحزاب دارت المؤتمرات وداروا مجالس وطنيه الا حزب الاصل والمعاصره لانه كيخاف. واحد رئيس هذا المجلس الوطني هي منتخبه برلمانيه ما عمرها كتحضر للبرلمان، هي من البرلمانيين الاشباح وما عمرها دارت ما غادير المجلس الوطني، ومؤخرا عاود قال لك تم التزكيه ديالها بمراكش، اذا هادو غاديين في العابات. ومن اللي خرج الدخبيشي وقال بان هذا الحزب كيخصو يتحل، بالفعل لان السيوهبي قدم اعتذار على ماذا؟ اعتذار للعداله والتنميه والبي بي اس الى غير ذلك، كانه حزب مجرم اقترف جرائم فحال ذاك الحزب ديال جنوب افريقيا اقترف جرائم في حق. وبالتالي يمكن نعتبروا الكلام ديالو على صواب، والا اذا كان هذا الحزب عنده ضروره مجتمعيه لماذا تقدم الاعتذار؟